بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مرة مجددة في مقرر الفيزياء الإحصائية، اللي هو تكلمنا في المحاضرات السابقة عن مقدمات للفيزياء الإحصائية وأمثلة لبعض المفاهيم الإحصائية اللي نحن حنستفيد منها لقدام في المادة بتاعتنا بتاعت الفيزياء الإحصائية. في المحاضرة اللي فاتت في آخرها تطرقنا لما سميناه بمفهوم دالة دلتا بتاعت ديراك، وقلنا هي دي مدخل لما نسميه بالتوزيعات الإحصائية المتصلة. لكن عموما عشان نحن نتكلم في التوزيعات الفيزيائية، نحن عارفين انه العلم الحديث عامة زي الميكانيكا الإحصائية بيهتم بدراسة الأنظمة المعقدة كالأنظمة الكيميائية أو الحيوية أو السوائل، الجوامد، الإشعاع الكهرومغناطيسي وغيرها من الأنظمة الأخرى. هذه الأنظمة في تكوينها أو في تركيبها بتحتوي على عدد كبير جدا من الجسيمات، وهذا العدد الكبير من الجسيمات هو بيعمل على تعقيد الدراسة بتاع هذه الأنظمة. لذلك من الصعب دراسة خواص هذه الأنظمة بتتبع تأثير كل جسيمة على حدة، يعني انه نحن ندرس كل جسيم لحاله فده بيبقى من الصعب بمكان، لانه العدد بتاع الجسيمات في النظام المحدد هو عدد ضخم جدا. عشان كده نحن بنلجأ في الغالب الى دراسة القيم المتوسطة لهذه الخواص الناتجة من جميع الجسيمات في المنظومة. فبالتالي هي القيمة المتوسطة بتدي ملمح عام للخواص الناتجة من جميع الجسيمات في المنظومة. وعلى أساس أنه ندرس القيم المتوسطة لابد أنه نحن نلم ببعض المفاهيم الإحصاء كالتوزيعات الاحتمالية. وبكده نحن بنرجع إلى بداية المقرر بتاعنا، لما نحن قلنا والله يا أخي إنه الفيزياء الإحصائية عامة هي بتهتم أو بإنجاز التعبير هي بتستند إلى علمين اللي هما علم ميكانيكا الكم وعلم الإحصاء. وفي الإحصاء نحن قلنا مالي في النظرية بتاعت الاحتمالات، وبذلك تلعب نظرية التوزيعات الاحتمالية دور رئيسي في الميكانيكا الإحصائية. فعلى أساس أن نحن ندرس التوزيعات الإحصائية لابد من أنه نفهم جيدا نظرية الاحتمالات. ونحن في نظرية الاحتمالات بنينا كلامنا في المحاضرات السابقة اللي هو على نظرية الاحتمالات، وشفنا في حالة النظرية بتاعت الاحتمالات في المحاضرة الأولى لما كان عندنا مجموعة بتاعت عملات وأربع عملات وعملة واحدة وهكذا. فبالتالي في النظرية بتاعت الاحتمالات إجراء التجارب العشوائية
يمكن توقع جميع نتائجها قبل إجراء، لكن ما ممكن نحن نحدد أي من هذه النتائج سيتحقق فعلا في إجراء التجربة. يعني ممكن نحن نتوقع كل النتائج الممكن الحصول عليها قبل التجربة ما تتم، لكن لا يمكن تحديد أي من هذه النتائج إنه سيتحقق بإجراء التجربة. فمثال على الكلام ده اللي هو عند إلقاء عملة معدنية حقيقية في الهواء زي ما ذكرنا في المحاضرة الأولى. فعند سقوط هذه العملة على الأرض بحرية تامة، نحن بنعلم مسبقا إنه نحن ممكن نتحصل على الحدث صورة أو الحدث كتابة، واللي هو الحدث صورة رمزنا له في المحاضرة الأولى من المحاضرة الأولى بالرمز H، والحدث كتابة بالرمز T. وعرفنا إنه الاحتمالية بتاعتنا هي 50% لأي من الحدثين، وقلنا ده ناتج من إنه إذا افترضنا إنه الاحتمال بتاع الحصول على الحدث صورة هو ال B of H، والاحتمال بتاع الحصول على الحدث كتابة هو ال B of T. فنحن قلنا بنعلم علم اليقين إنه والله يا أخي ال B of H زائد ال B of T اللي هما بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي 100% أو واحد صحيح. فبالتالي ال B of H بتبقى هي بتساوي لي ال B of T، واللي هي بتساوي لي 50% or half أو نص. ولكن قلنا لا نستطيع تحديد أي من هذين الحدثين سيظهر فعلا عند إجراء عملية الرمي لهذه العملة. احنا قلنا عارفين كل الاحتمالات الممكنة، لكن ليس متيقنين تمام اليقين من حدوث هذا الحدث. فده في حالة إجراء العملية. بالطبع الاحتمال 50% لأي من الحدثين ده زي ما قلنا إنه لا يتأتى بإجراء التجربة لعدد محدود من العملات، أو رمي القطعة الواحدة لعدد محدود من المرات. عشان كده نحن بنلجأ لإجراء التجربة لعملة واحدة عدد لا نهائي من المرات، أو عدد هائل من العملات مرة واحدة. فبالتالي بتلعب نظرية الاحتمالات دور رئيسي في الميكانيكا الإحصائية أو الإحصاء والميكانيكا الإحصائية. عشان كده من المهم والمفيد التعرف على بعض الخواص بتاعت الاحتمالات. فإذا كان عندنا NR كمثال، NR مفردة، وهذه الـ NR مفردة وزعت بصورة عشوائية على N موضع. عندنا NR مفردة وعندنا عدد N موضع، بحيث إنه لا يكون هنالك أي موضع مفضل عن الآخر لشغل هذا الموقع. فالاحتمال أن يشغل كل مفردة الموضع المحدد بيعطى وفق العلاقة واحد دي اللي هي الـ P probability الاحتمالية، اللي هي بيساوي لي واحد على N، باعتبار انه N اللي هي عدد شنو؟ عدد المواضع بتاعتنا. وبالتالي هيكون عندي الاحتمال بتاع انه N مفردة
تشغل لي ان ار او ان ار مفردة تشغل لي موضع محدد، هو حيكون عبارة عن شنو؟ عبارة عن البي اوف ار، البي اوف ار اللي ار اللي هي للمفردة المحددة، وده مضروب في الاحتمالية بتاعت اي من المفردات يشغل موضع محددا. فبالتالي حيبقى شنو؟ حيبقى العلاقة واحد دي حتبقى specific او محددة لموقع محدد، يبقى معناها العدد المفردات كلها اللي هي n of r او n r مضروب في مين؟ في احتمالية شغل المفردة الواحدة للموقع الواحد اللي هي واحد على n. فبالتالي حيبقى العلاقة اللي هي ال b of r هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ال n r على ال n، ال n r اللي هي عدد المفردات وال n اللي هي عدد المواقع. ف ده بالتالي يكون الاحتمال ان يشغل n r قلنا مفردة موضعا محددا مساويا ل n r مضروبا في احتمال ان يشغل اي مفردة موضعا محدد. طيب اذا تم شغل الموضع الاول، كمثال اذا تم شغل الموضع الاول من n من المفردات موضع بعدد n واحد من المفردات، بمعنى عندي موقع اول موقع ثاني موقع ثالث الى الف من المواقع، وشغلت الموقع الاول من ال n موضع بعدد n واحد من المفردات، والموقع الثاني شغلته بN2 من المفردات، والموقع الثالث شغلته بN3 من المفردات، إلى الموقع رقم ألفا شغلناه بعدد N ألفا من المفردات. فبالتالي هيكون عندي N1 زائد N2 زائد N3 إلى زائد N ألفا، ده كله حيساوي لي شنو؟ حيساوي لي n موضع، ده حيساوي لي شنو؟ حيساوي لي n موضع. فبالتالي اذا كان قسمت العلاقة ثلاثة دي على n، فبتحصل على الطرف اليمين بواحد، وحيكون عندي شنو؟ حيكون عندي الحدود بتاعت الطرف اليسار حتكون n واحد على n زائد n2 على n زائد الى n الفا على n. واذا كان رجعنا للتعريب بتاعنا بتاع الاحتمالية قبل شوية، انه ال br اللي هو بيساوي لي n r على n، فبالتالي حالقى انه القيمة دي ال n واحد على n هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن احتمالية الموقع الاول ب 1، وN2 على N هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن احتمالية الموقع الثاني ب2 إلى N ألفا على N اللي هي حتديني شنو؟ حتديني الB ألفا، واللي هو الكلام ده كله بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي الواحد الصحيح أي 100%. أو إنه بمعنى آخر إنه summation او المجموع بتاع ال B of R اللي هي ال B of R السميشن بتاع مين؟ بتاع B1 زائد B2 الى BR، دي من وين؟ من R تساوي واحد الى M موضع. كل الكلام ده المفروض يساوي لي شنو؟ يساوي لي الواحد الصحيح. كل الكلام ده المفروض يساوي لي شنو؟ المفروض يساوي لي الواحد الصحيح، حيث قلنا انه ال B of R او BR هو احتمال ان تشغل NR مفردة الموقع رقم R، NR مفردة الموقع رقم شنو؟ رقم R. طيب على اساس انه نمشي اكتر في المفاهيم دي، دايرين نتكلم عن ما يسمى بالقيم المتوسطة او المتوقعة، القيم المتوسطة
أو المتوقع. فإذا افترضنا إنه عندنا n مفردة، عندي عدد n مفردة، وهذه ال n مفردة عبارة عن شنو؟ عبارة عن توزيعات بالنسبة ل x واحد، x اثنين، x ثلاثة، إلى x n، إلى x n، يعني مجموعة بتاعت مفردات اللي هي عبارة ال m مفردة دي هي مشكلة من جروب، وهذا الجروب يضم x واحد، x اثنين، إلى x n. وعندي n r، عندي n r، n r تكرار المفردة رقم r، تكرار المفردة رقم r. في هذه الحالة متوسط المفردات والمتوسط بتاع المفردات اللي هو المفردات اللي هي قلنا x إلى x n، المتوسط بتاع اللي هو مرمز له بالرمز x bar، x bar. فبالتالي المتوسط بتاع المفردات اللي هو x bar، هذه ال x bar تعطى بهذه العلاقة، انه ال x bar هتساوي ليشن على حسب التعريفات بتاعنا المرين على قبل شوية، انه عدد المفردات كله اللي هو n، فبالتالي هيبقى لي واحد على n مضروب في شنو؟ في الصمشن بتاع ال x r في ال n r. وال x r في ال n r ده كله عبارة عن شنو؟ عبارة عن ال n r مفردة. فبالتالي هيبقى انه انا عارف انه ال n r على ال n هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ال p of r زي ما ذكرنا قبل شوية. فبالتالي هيبقى المتوسط بتاعي بتاع المفردات اللي هو ال x bar هيساوي لي شنو؟ هيساوي لي الصمشن بتاع ال b bar في ال x. ليه؟ لانه انا دي هيبقى عندي ال n دي ال n r مع مين؟ مضروبة في هذا المقدار دي. اذا كان مركت دي كده مع بعض هلقاهم هما بيساوي لي هذا المقدار، هيساوي لي شنو؟ هيساوي لي هذا المقدار ال n r. فبالتالي الصمشن بتاع ده كله اللي هو هيبقى بي الصمشن بتاع ال بي اكس ال اكس ار و ال ان ار على ال ان اللي هي دي ال بي ار. فبالتالي الصمشن بتاع ده كله المجموع بتاع حاصل الضرب ده في ده هيديني شنو؟ هيديني القيم المتوسطة بالنسبة للمفردات، هيديني القيم المتوسطة بالنسبة للمفردات. وبما انه او ال بي ار هو احتمال حدوث المقدار اكس ار، احتمال حدوث المقدار اكس ار، هذه البي ار ايضا احيانا بنعرفها على اساس انها هي او نسميها بكثافة الاحتمال. هذه البي ار بنسميها شنو؟ بنسميها كثافة الاحتمال. وبالتالي يمكننا أن نعمم هذا التعريف، يعني نعمم التعريف بتاعنا بتاع الـ PR ليشمل كل الحساب بتاع القيم المتوسطة للدوال. فمثلا إذا كان عندي PR of X باعتبارها هي كثافة الاحتمال، فمتوسط الدالة F of X نحن ممكن حسابه بالعلاقة خمسة دي، حسابه بالعلاقة خمسة باعتبار انه f of x bar اللي هي عبارة عن الصمشن بتاع مين؟ بتاع ال b bar of x بالنسبة ل f of x. فبالتالي من r تساوي واحد الى ما لا نهاية من المفردات، الى ما لا نهاية من المفردات. فإذا كانت الدالة مستمرة، الدالة دي إذا كانت مستمرة وفي نفس الوقت قابلة للاشتقاق، يعني كانت الدالة f of x
عبارة عن دالة مستمرة، أو الدالة br of x دالة مستمرة في نفس الوقت هي قابلة للاشتقاق. ممكن ان احنا نستبدل العملية بتاعتنا بتاعت الجمع دي اللي هي summation بتاع المقدار من r تساوي 1 الى ما لا نهاية بعملية التكامل. بعملية شنو؟ بعملية التكامل. يعني بدل السمشن ده حيكون عندي شنو؟ حيكون عندي عملية بتاع التكامل. فبالتالي العلاقة حتبقى بالصورة دي، العلاقة 5 حتبقى التكامل بتاع ال b of x بالنسبة ل dx، وهذا التكامل بتاع ال b of x بالنسبة ل dx لابد انه قيمته تساوي شنو؟ تساوي الواحد الصحيح اللي هي تديني 100% من الاحتمالات. والمتوسط بتاع الدالة ممكن يعني العلاقة 5 حتصبح بدل كانت اللي هي f of x، بدل كانت العلاقة دي يعني العلاقة 4 بقت لي شنو؟ بقت لي التكامل بتاع ال b of x بالنسبة ل dx. واما العلاقة 5 دي حتبقى شنو؟ حتبقى التكامل بتاع ال b of x f of x بالنسبة ل dx. يعني ما علينا الا ان احنا شلنا اشارات المجموع دي واستبدلناها بشنو؟ بالعملية بتاعت التكامل، استبدلناها بعملية التكامل. وفي بعض الاحيان ان احنا بنرمز للقيمة المتوسطة بتاعتنا بتاعت المفردات بهذا الرمز. القيمة المتوسطة نرمز لها بشنو؟ بالرمز الموجود قدامنا دي. ده ما يتعلق بالقيمة المتوسطة أو المتوقعة. عندنا مفهوم آخر في الإحصاء واللي هو المفهوم بتاع الانحرافات او التباين. المفهوم بتاع شنو؟ بتاع الانحرافات او التباين. ف اذا كان الجسم العياني، ونحن نعرف يعني ماذا نعني بعياني من المحاضرة الاولى، في حالة بتاعت اتزان. الجسم العياني بتاعنا هو في حالة بتاعت اتزان، والكميات التي تصف حالة هذا الجسم تكون في الغالب قريبة من قيمته المتوسطة. يعني كل الكميات اللي بتوصف لنا الحالة بتاعت الجسم دي هتكون قريبة من القيم بتاعتها المتوسطة. على الرغم من كده هذه القيم تختلف عن القيمة المتوسطة، يعني هي قريبة لكن بتختلف عن القيمة المتوسطة. فهذا الاختلاف في المتغيرات الميكانيكية عن المتوسط بتاعه بيعرف بالانحراف. يعني بمعنى آخر إنه والله يا أخي الاختلاف بتاع المتغيرات الميكانيكية في للجسم العياني، نحن قلنا القيم بتاعتها في الغالب هي قريبة من القيمة المتوسطة، لكن رغم القرب ده هي برضو بتختلف عنها في شنو؟ في القيمة المتوسطة. هذا الاختلاف أو هذا التباين أو ما نسميه بالانحراف، ما نسميه بشنو؟ بالانحراف. وعلى أساس أنه ندرس احتمال حدوث هذه الانحرافات عن القيمة بتاعت المتوسطة، هذه الدراسة ما نسميها بنظرية الانحرافات، نظرية الانحرافات. ومن الملاحظ أنه مجموع الانحرافات عن القيمة المتوسطة، مجموع الانحرافات عن القيمة المتوسطة، المقدار ده دائما يساوي الصفر. يعني إذا كان أنا عندي مجموعة بتاعت بيانات وحسبت
متوسط هذه البيانات، وجيت بعد ذاك حسبت انحراف هذه القيمة المتوسطة عن قيمة كل البيانات، بجد انه والله يا اخي اذا ما خديت القيمة المطلقة بلقى انه هذا المجموع ده بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي الصفر، بيساوي لي الصفر، واللي هو ده بيكون ظاهر تماما في شنو؟ في العلاقة بتاعتنا اللي قدامنا دي. ده ظاهر في العلاقة بتاعتنا اللي قدامنا دي، انه مجموع الانحرافات عن القيمة المتوسطة دائما بيساوي صفر، دائما بيساوي الصفر. فالقيمة المتوسطة اللي هي قلنا رمزناها بالرمز اكس بار، و المقدار بتاعنا اكس اي ناقص اكس بار، باعتبار انه السمشن بتاع المقادير دي كلها اكس واحد ناقص اكس بار، اكس اتنين ناقص اكس بار، الى اكس ار ناقص اكس بار. فالمجموع بتاع الانحرافات ده كله المفروض يساوي لي شنو؟ يساوي لي صفر، يساوي لي صفر. لكن في نفس الوقت مجموع مربعات الانحرافات لا تساوي الصفر، مجموع مربعات الانحرافات لا تساوي الصفر. ليه؟ لأنه عندي في الانحرافات هنا قيم ب ذات إشارة موجبة وقيم ذات إشارة سالبة، فبالتالي المجموع بتاعها هيبقى موجب مع موجب بيديني موجب، لكن موجب مع سالب يديني صفر. فبالتالي بلقى انه في الحالة الاولى كانت القيمة تساوي شنو؟ تساوي الصفر. لكن مجموع مربعات الانحرافات يعني هذا المقدار ال x i ناقص ال x بار لو ربعته x سكوير يبقى الناتج شنو؟ الناتج الكلي لا يساوي الصفر، لا يساوي الصفر، الناتج لا يساوي الصفر. ومتوسط مربع الانحرافات، يعني متوسط مربع الانحرافات ده ان احنا بنعرفه بما يسمى بالانحراف المعياري. متوسط مربع الانحرافات ده ان احنا بنعرفه باعتبار انه هو ما يسمى بالانحراف المعياري. والمتوسط بتاع مربع الانحرافات دي اللي هو نحن نرمز له بهذا الرمز STD سكوير، واللي هو الستاندرد ديفييشن، وده بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي الدلتا اكس بار سكوير، واللي هو بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي هذا المقدار اللي هو اكس سكوير بار ناقص اكس بار سكوير، اكس سكوير بار ناقص اكس بار سكوير. و المقدار بتاعنا اللي هو ده باعتباره شنو؟ باعتباره الاكس سكوير بار اللي هي ده شنو؟ ده المتوسط، سوري ده مربع المتوسط، مربع المتوسط. والاكس بار سكوير ده شنو؟ مربع المتوسط. فبالتالي الانحراف اللي هو عبارة عن شنو؟ الانحراف المعياري اللي هو ناقص حاصل ناقص القيمتين دي. وبالتالي المقدار دي اللي هو الدلتا اكس، دلتا اكس بار سكوير ده لو انا جبت له الجذر الطبيعي، لو جبنا له الجذر الطبيعي فاللي هو باعتباره شنو؟ باعتباره الجذر الطبيعي لهذا المقدار، باعتباره الجذر الطبيعي لهذا المقدار. فبالتالي الجذر الطبيعي لهذا المقدار ممكن نخطه في شنو؟ في شكل العلاقة 9 الموجود قدامنا دي، شكل العلاقة 9 الموجود قدامنا دي. والمقدار بتاعنا
ده في العلاقة 9 ده ما نسميه بالانحراف، ده اللي هو سميناه بشنو؟ سميناه بالانحراف. العلاقة 9 دي سميناها بالانحراف. أما مقدار الانحراف إلى مقدار المتوسط، يعني المقدار بتاع الانحراف المعياري بتاعنا بتاع الدلتا اللي هو سميناه دلتا اكس بار سكوير تحت الجذر التربيعي إلى اكس بار، هذا المقدار بنسميه بالانحراف النسبي. المقدار دي بنسميه بشنو؟ بنسميه بالانحراف النسبي. الانحراف النسبي لمين؟ للمقدار اكس. الانحراف النسبي للمقدار اكس. فعلى اساس انه احنا ما نكون ريجيد، فخلونا نشوف المثال دي. عندي الجدول القدامي ده يبين القيمة بتاعت المتغير اكس وكثافة الاحتمال المناظرة بالنسبة لكل قيمة لإكس. نحن دارين من الجدول ده دارين نحسب القيمة المتوسطة لإكس ودارين نحسب مقدار الانحراف. يعني هنا عندي القيم بتاعت اكس اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن 0 1 2 3 4، والقيم بتاعت الكثافة الاحتمال اللي هي ال بي اوف اكس اللي هي عبارة عن شنو؟ 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1. يبقى لما كانت اكس بصفر كان مقدار كثافة الاحتمال 0.1، ولما كانت اكس بواحد كانت كثافة الاحتمال في 0.3، وكذلك في 2 في 3 كانت 0.2 في 4 كانت 0.1. على اساس ان نحن نحسب القيمة المتوسطة لإكس، نحن عارفين إنه والله قبل شوية خدينا معادلة تحسب لنا القيمة المتوسطة، واللي هي قلنا هي عبارة عن شنو؟ أول حاجة بنرمز لها بالرمز شنو؟ بالرمز إكس بار. قلنا هذه الإكس بار ماذا تساوي؟ تساوي لي الصميشن بتاع البي آر في الإكس بار. البي ار في الاكس ار، سوري، البي ار في الاكس ار، بمعنى انه والله يا اخي نجمع حاصل ضرب البي اوف اكس في الاكس، يعني الصفر في القيمة المقابلة له اللي هو في كثافة الاحتمال بتاعته، الواحد في كثافة الاحتمال بتاعته، الاثنين في كثافة الاحتمال بتاعته، الثلاثة في كثافة الاحتمال بتاعته، الأربعة في كثافة الاحتمال بتاعته، مجموع حاصل الضرب ده كله هو يديني شنو؟ يديني مقدار القيمة المتوسطة بالنسبة لي إكس. فبالتالي حيبقى الإكس بار حيساوي لي شنو؟ حيساوي لي مجموع 0 في 1 من 10 زائدا 1 في 3 من 10 زائدا 2 في 3 من 10 زائدا 3 في 2 من 10 زائدا 4 في 1 من 10. يبقى القيمة دي انتهت بصفر. قيمة دي بكم؟ ب3 من 10. قيمة دي ب6 من 10. وقيمة دي ب6 من 10. وقيمة دي ب4 من 10. 3 من 10 زائد 6 من 10 ب9 من 10، و 6 من 10 زائد 4 من 10 ب1، تبقى كل الناتج عبارة عن شنو؟ 1 و9 من 10. دي حتكون عبارة عن شنو؟ قيمة الإكس بار، أو شنو؟ أو القيمة المتوسطة بتاعتي بتاعت المقدار إكس. وعلى أساس إنه نحسب الانحراف، نحن قلنا دايرين نحسب القيمة المتوسطة لإكس، ونمرة 2 دايرين نحسب الانحراف. عشان نحسب الانحراف أول حاجة لابد إنه نحسب متوسط مربعات الإكس. متوسط مربعات الإكس، واللي هو نحن عارفين إنه الانحراف بيساوي لي شنو؟ اللي هو قلنا عبارة عن الإكس أو الدلتا إكس بار سكوير، واللي هو ده بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي اكس سكوير بار. اكس سكوير بار
اكس سكوير بار دي اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن متوسط مربعات الاكس، متوسط مربعات الاكس. فبالتالي اللي هي بيساوي لي شنو؟ بيساوي لي واحد على ان في الصميشن بتاع الاكس اي سكوير. فبالتالي الاعداد بتاعتي اللي هي خمسة، فبالتالي الان حتكون عبارة عن شنو؟ حتكون عبارة عن خمسة، اللي هما دي الخمسة احتياجات، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. ف ده اللي هي ناتج عنه شنو؟ نتجت عنه هذه الخمسة. و الاكس اي سكوير، الاكس اللي هي بشنو على حسب الجدول السابق هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة. فبالتالي بقت الصميشن بتاعها اللي هو صفر زائد واحد زائد أربعة زائد تسعة زائد ستاشر. ليه؟ لأن هي مربعة، لأن هي مربعة. فبالتالي المقدار دي الناتج عنه كم؟ دي ستاشر زائد تسعة بخمسة وعشرين، زائد أربعة بتسعة وعشرين، زائد واحد بثلاثين. يبقى 30 في 5 اللي هي بشنو؟ بستة. دي اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ال x square بار. فبالتالي أنا عارف إنه عندي ال x square ال x بار اللي هي بواحد وتسعة من عشرة، أوجدت أول، وهنا أوجدت شنو؟ متوسط مربعات ال x. فبالتالي الانحراف هيبقى اللي هو متوسط مربعات الاكس اللي هي ستة ناقص مين؟ ناقص القيمة المتوسطة تربيع، ناقص القيمة المتوسطة تربيع، والقيمة المتوسطة تربيع اللي هي واحد وتسعة، يبقى ستة ناقص واحد وتسعة تربيع اللي هو الناتج حيبقى لي شنو؟ حيبقى لي اتنين وتسعة وتلاتين، اتنين وتسعة وتلاتين. ف على اساس انه انا قلت داير احسب الانحراف، والانحراف قبيل قلت هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الجذر التربيعي لهذه القيمة، الجذر التربيعي لهذه القيمة، القيمة بتاعت الدلتا اكس بار سكوير طلعت لي باثنين وتسعة وتلاتين. لما اجيب ليها الجذر التربيعي حيطلع لي والله يا اخي انه الاكس بار هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن هذه القيمة اللي هي كم؟ واحد و تقريبا واحد وخمسة وخمسين من مية، أو واحد وخمسمية ستة وأربعين، اللي هذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن القيمة بتاعت الانحراف بتاعتنا المطلوبة. طيب الكلام ده نستفيد منه في شنو؟ الكلام ده بنستفيد منه على أساس إنه يبين الدور الذي يمكن أن تلعبه كثافة الاحتمال. احنا قلنا الـ P of R هي عبارة عن كثافة الاحتمال أو الـ P of X لحساب القيم المتوقعة لبعض الكميات المعطاة، وفي نفس الوقت إلقاء مزيد من الإيضاح على هذا الدور حنتعرف على بعض التوزيعات الإحصائية التقليدية. وهذه التوزيعات الإحصائية التقليدية هي الأكثر استخداما في الإحصاء الحديث وكذلك في الفيزياء. ومن المثال دي يمكن أنه نحن نصنف إلى حد ما التوزيعات الإحصائية حسب نوع المتغير العشوائي بتاعنا اللي هو سميناه X قبل شوية. فبالتالي ممكن نحن نصنف التوزيعات الإحصائية باعتبار إنها هي ممكن في الحالة بتاعتنا دي نصنفها لشقين، اللي هو الشق الأول عبارة عن دوال توزيعات إحصائية متقطعة، والشق الثاني هو عبارة عن دوال توزيعات إحصائية مستمرة. وفي نفس الوقت الديل بيفتح الباب لإعطاء صورة متكاملة عن التوزيعات الإحصائية
الأكثر استخداما في الفيزياء، واللي هي برضو نحن هنمر عليها لقدام، واللي هي ما تعرف بالتوزيعات الفيزيائية. والتوزيعات الفيزيائية دي اللي هي كمثال بالنسبة ليها اللي هو ما يسمى بتوزيع بوز أينشتاين وتوزيع فيرمي ديراك، فديل نوعين من أنواع التوزيعات الفيزيائية. أما التوزيعات الإحصائية، إذا كان مسكنا الشق الأول، التوزيعات الإحصائية متقطعة. ففي حالة التوزيعات الإحصائية المتقطعة، إذا افترضنا إن المتغير العشوائي بتاعنا X هو عبارة عن متغير عشوائي متقطع ويمثل لنا حالة معينة لفضاء العين، فالفضاء العيني لـ X نحن في هذه الحالة هناخده بالصيغة بتاعتنا دي، اللي هو الـ X عبارة عن شنو؟ عبارة عن الفضاء العيني اللي هو متكون من X واحد، X اتنين، إلى X n. الدالة التي تخصص لكل متغير عشوائي x كثافة احتمال b، هذه الدالة نحن عرفناها قبل شيء بأنها بدالة كثافة الاحتمال. ودالة كثافة الاحتمال اللي هي سميناها ال f of x، واللي هي قلنا عبارة عن شنو؟ عبارة عن ال b of x، باعتبار انه x اللي هي المتغير العشوائي اللي هو بيتكون لي من فضاء العينة اللي احنا فرطناه قبل شوية. والدالة دي بيكون عندها خواص محددة، وهمنا في هذه الخواص خاصتين لابد من وجودهم في هذه الدالة، والخاصتين ديل اللي هما بيكونوا تحت لواء المعادلة 12 و13 دي، انه نمرة واحد انه الكثافة بتاعت الاحتمال ال f of x لا بد انه تكون قيمة موجبة، بمعنى انه هي تكون اكبر من او تساوي الصفر، تكون اكبر من او تساوي الصفر. الحالة الثانية انه برضو تكون الدالة موجبة، باعتبار انه الصميشن بتاعنا بتاع ال f of x يساوي شنو؟ يساوي الواحد الصحيح، يساوي الواحد الصحيح. ومن الأمثلة بتاعة التوزيعات الإحصائية المتقطعة دي اللي هو 3 توزيعات، ما يسمى بتوزيع برونولي، وتوزيع ذات الحدين، وتوزيع بوزون. احنا قبل شوية قلنا انه والله يا اخي في التوزيعات الفيزيائية من اشهر اللي هو توزيع بوز اينشتاين وتوزيع فيرمي ديراك. اما التوزيعات الاحصائية المتقطعة من اشهر اللي هو توزيع بوزو وتوزيع ذات الحدين وتوزيع برونولي. فأي توزيع احصائي ينطبق عليه الشرطين ديل، انه ال f of x تكون اكبر من او تساوي الصفر، والاس والصمشن بتاع ال f of x يساوي الواحد الصحيح، او بصورة اخرى انه هو عبارة عن موجب او قيمة موجبة. فبالتالي بطلق عليه، اذا انطبق عليه الشرطين ديل، بقول انه والله يا اخي هو عبارة عن توزيع احصائي ماله متقطع، توزيع احصائي متقطع. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نحاول إنه نتناول التوزيعات الإحصائية المتقطعة اللي هي قلنا هي توزيع برونولي وتوزيع ذات الحدين وتوزيع بوزون. وإلى الملتقى إن شاء الله.